والذي نفعله هو الشيء الحقيقي الذي يجب أن نعيش فقط. الشيء الذي ترى؟ نعم. وأنت لا ترى ماذا أقرأ؟ هل أنت ترى؟ لا أنا لا أرى. حسنا. ولكن أنتم الجن ترونه. حتى لو نرى لا نصدقه. ولكن هل رأيت أم لم ترى؟ رأيت ولا هل أنت رأيت؟ أنا أراني الله تبارك. الفائدة أن تتكلم وأنا أرى. الفائدة أن تسلم، أن تؤمن أنت. لو كنت من أهل البشر كنت أجادلك بطريقة أخرى، ولكن الجن، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، وإنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وإنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، وإنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، وإنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، وإنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا، وإنا لمسنا السماء فوجدناها مليت حرسا شديدا وشهبا، وإنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. طيب هذا كله طيب، لكن يجب أن تعرف شيئا. نعم. نحن هنا لنبين للناس. أيوة. أنهم يفعلوا ما يرونه فقط. شغلكم أن تبينوا للناس أن يتبعوا شهواتهم ولا يؤمنوا ولا يبالوا بما لا يرون. نعم. أها. ومن كلفكم بهذا الشغل؟ هذا شغلكم. وأنت لماذا تريد أن تعرف ماذا سيفيدك؟ لأن عندي مهمة. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أنا قلت لك. نعم. نريد أن نبين للناس. فلا تبين لي. لا أبين لك. لا. طيب خلاص. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابات من الأرض تكلمهم إنما أمره إذا أراد شيئا قل له كن فيكون، إنما أمره إذا أراد شيئا قل له كن فيكون، إنما أمره إذا أراد شيئا قل له كن فيكون. تفضل الموت والذهاب إلى جهنم. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمها إنما أمره إذا أراد شيئا قل له كن فيكون، إنما أمره إذا أراد شيئا قل له كن فيكون، إنما أمره إذا أراد شيئا قل له كن فيكون، إنما أمره إذا أراد شيئا قل له كن فيكون، إنما أمره إذا أراد شيئا قل له كن فيكون، إنما أمره إذا أراد شيئا قل له كن فيكون، إنما أمره إذا أراد شيئا قل له كن فيكون، إنما أمره إذا أراد شيئا قل له كن فيكون، إنما أمره إذا أراد شيئا قل له كن فيكون. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم إنما أمره إذا أراد شيئا قل له كن فيكون، إنما أمره إذا أراد شيئا قل له كن فيكون، إنما أمره إذا أراد شيئا قل له كن فيكون. متى؟ ماذا صار؟ هل بدأت تأكلك؟ فهم يموتون عوضك. ها؟ طبعا.
فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون أسلموا يا حراس وخذوا السلاح وكان حقا علينا نصر المؤمنين 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 وكيف حراسك الآن؟ هل داروا ضدك؟ أسلموا أيها الحراس وخذوا السلاح وكان حقا علينا نصر المؤمنين 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 يلا قطعوا يديه ورجليه وننظر كيف يفعل وكان حقا علينا نصر المؤمنين 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 فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله لا تريد الإسلام خلاص نقتلك خلاص هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون لم تموت بعد؟ خلاص مات طيب أتبعه أسلمه؟ يعني منكم من أسلم ومنكم من مات كل من بقي مسلم من ما هذا كان شغله أن يجعل في عقول الناس أن يفعلوا ما يشاء ويتركوا الدين هذا كان شغلكم نعم ولكن هو ماذا كان شغله هو يشتغل مع فرقة يعني فرقة كبيرة فرق من البشر نعم ما هي هذه الفرق مثل الماسونية طيب وفرق أخرى مثل هذه يعدون للدجال نعم ولكن ماذا كانت مهمته وفي المعاصي وإبعادهم عن الدين فيرسلون الجن على المسلمين حتى يبعدوهم عن الدين بالسحر يعني أو ليس السحر بالسحر وبالأوهام وبالهكذا بالوساوس بالجن يرسلون الجن لإبعاد المسلمين عن الدين نعم جيوش من الجن وهذا في كل الدنيا طيب لنحذر من كل أمثال هؤلاء إن شاء الله خذوا السلاح نعم تكلموا يعني هم فرق أصبحوا قوية أي قوية يعني لا نقدر من الجنة نعم طيب سنطلب النصر من الله حتى تقدروا إن شاء الله قولوا لي متى تكونوا مستعدين وكان حقا علينا نصر المؤمنين 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 وكان حقا علينا نصر المؤمنين
وكان حقا علينا نصر المؤمنين، 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 وكان حقا علينا نصر المؤمنين. مستعدين؟ إنا فتحنا لك فتحا مبينا، 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 لا تركبون طبقا عن طبق، 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 ظلمات بعضها فوق بعض، 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 ظلمات بعضها فوق بعض. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله، وعلى آلك وصحبك أجمعين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله، وعلى آلك وصحبك أجمعين. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم. نحرق كل شيء. تحرقون كل ماذا؟ كل شيء. يعني إيش؟ كل الأرض؟ كل مكان تذهبون إليه تحرقونه، البيوت والعمارات والمزارع والغابات. نعم. يعني أنتم كنتم تعملون الحرائق في الجزائر وفي تركيا وفي أستراليا وفي أمريكا هكذا؟ هل تسببتم؟ تقصد نيران الحرب والفرقة، أو فقط نيران لحرق الحدائق والقرى؟ هذا يتبع هذا، كلاهما. طيب، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا، فلعلك باخع نفسك على آثارهم، إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، وإنا لجعلون ما عليها صعيدا جرزا، أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا، نحن نقص عليك نبأهم